رح نستخدم كربونات الصوديوم. حلو. واهم شيء اهم شيء الكميات. بكربونات الصوديوم طبعا بكربونات الصوديوم هي احد الاجزاء او عفوا المكونات الاساسيه لادوات التنظيف او مستحضرات التنظيف كلها صح؟ صحيح. طيب طبعا هذا لازم يكون كوب، لا تاخذوا اقل ولا تاخذوا اكثر، لانه لو سويتوا اقل ما راح يطلع الصابون اللي احنا هنسويه بالشكل المفروض يسوي. انت حتسوي صابون الحين؟ حتسوي صابون. حلو. طيب وما بياخذ وقت نهائيا، هذا كوب. اوكي حلو، خلصنا من هذا نسكر. وبعدين ناخذ اللي هو ملح الليمون اللي انا احبه كثير كثير، ويساعد في اكثر من شيء في تنظيف من فاكثر من شيء. ملح الليمون كمان يدخل في 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 انه يلمع السطوح اكثر. بالضبط، المايكروويف اللي عندك مثلا، اسطح الزجاج، نفس الشيء هذا يسوي. ربع يعني من هذا كوب، هذا ربع ملح الليمون. اوكي هلا اول شيء الاهم شيء انك لازم تخلطهم على الجاف. بعدين ربة المنزل تشوف ايش الزيوت اللي عندها بالبيت، تعرف احيانا نسوي عطور بالبيت، نسوي فبواقي زيت معين انا اسويهم هنا. احتفظ هنا دائما. عندي اكثر من نوع، انا بحب بعشق اللافندر، في ناس يحبوا الليمون، في ناس يحبوا الياسمين، اي ريحه عطريه انت تحبيها. وكمان قبل ما حنحط هذا حنحط سائل الجلي. حلو. لان هذا ريحته كثير جميله. ممكن ايوه اي والله ريحته نظافه. بالضبط. حنحط يعني ما نحاول نكثر كثير عشان يضبط الصابون. سائل الجلي طبعا هو يعطي رغوه كثير ويعطي ريحه النظافه. تعقيمه هذا بالسنوبر. حلو بالسنوبر. اي صح ايوه. هذا حنخلطهم جدا بسيط يعني. وبعدين حنعمل طبعا انا حاطه هون زيت اللافندر وشويه مي، وشوف انا لو تلاحظوا كله كميات قليله عشان اقتصد، يعني تقريبا قول 5 رشات. وبعدين الناس اللي على طول اصلا تفاعل البيكربونات مع بالضبط مع المي. ايوه ونخلطهم. هلا انا دائما بحب دلع